حقيقة احنا ظواهرنا مثل بواطننا، حياتنا الاجتماعية مثل حياتنا العائلية. الجد رحمة الله عليه كان يوصي الوالد حفظه الله، وكان يقول له: كن بشكل عندما تأتي يوم القيامة يرى الناس ويرى الخلائق ويرى الملائكة أن باطنك كان أفضل من ظاهرك. أي هواي مرتبة رفيعة. أحيانا واحد ظاهرة وباطنة شواء، حياته الاجتماعية وحياته العائلية شي واحد، ولكن واحد يأتي يوم القيامة ظاهره جيد ولكن باطنه عندما ينكشف عند الله سبحانه وتعالى يرى أن باطنه كان أفضل من ظاهره. النور الذي في قلبه ما كان يعرفه الناس بهذا الحد، كانوا يعرفونه بالإيمان والتقوى ولكن مو في هذا الحد. يتبين يوم القيامة أمام الملأ أنه كان وليا من أولياء الله بهذه الدرجة، ولكن لم يكن معروفا بهذه الدرجة. قال له: كن بشكل عندما تأتي يوم القيامة يتبين أن باطنك كان أفضل من ظاهرك. إذن واحد عنده تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عنده تقوى في الحياة العائلية، يتعدى على زوجته، يشتم زوجته بدون حق، يضرب زوجته بدون حق، يسيء أخلاقه مع زوجته بدون حق، محرم هذا من الناحية الشرعية. عاشروهن بالمعروف. والمرأة أيضا كذلك، المرأة أيضا قد تسيء معاملة زوجها، لها تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عندها تقوى في الحياة العائلية.